صباح جديد يجمعنا بحضراتكم اعزائنا المشاهدين وبرنامجكم مصر جميله مصر جميله دايما بحضراتكم وبابنائها المخلصين في كل مكان. قبل ما نبدا يعني حلقه الليله برضو لابد ان احنا وكل البرامج المصريه واعتقد كل البرامج العربيه لازم تهنئ فريق المغرب على الانجاز التاريخي اللي حققه حتى الان ونتمنى له كمان ان يحقق مزيد من الانجازات مجرد وصول المربع الذهبي انجاز كبير جدا اتغلبوا مبارح على فريق البرتغال اللي فيه رونالدو يعني واحد من اعظم يعني اللعيبه في العالم ووصلوا للمربع الذهبي واحد من اربع فرق على مستوى العالم يعني حتى لو ما كسبش بعد كده فهيطلع رابع العالم وده انجاز تاريخي لم يتحقق من قبل لاي فريق عربي او افريقي فالف مبروك للمغرب وكلنا بنشجع المغرب كل المصريين وكل العرب واقفين ورا المغرب وان شاء الله تحقق مزيد من الانجازات اعتقد اللقاء الجاي هيكون مع فرنسا وده لقاء تاريخي ويحمل العديد من المعاني والمغازي فنتمنى ان شاء الله انه يكون برضه لصالح المغرب يا رب كلنا بندعي له وبنقف وراءه باذن الله خلينا بقى نروح لفقراتنا النهارده و فقراتنا النهاردة فقرات مهمة وفعلا زي ما بقول كده أن الوطن ده بيحيا وهو جميل بأبناء المخلصين فده خلاصة كده فكرة النهاردة اللي هنقدمها لأن أولادنا المصريين الحمد لله الفكرة عندهم لا ينضب والتجدد مستمر وقدرة على العطاء مستمرة وده راجع للفريق البحثي اللي هنقدمه لكم النهاردة مرض الزهايمر هو مرض مزعج جدا على مستوى العالم بيصيب خلايا المخ وبيؤدي الى حدوث تغير في السلوك وفقدان للذاكره واشياء كتيره جدا بتبقى عبء على المريض وعبء على الناس اللي حواليه حياته بتدهور الناس اللي حواليه بيبقوا على طول عايشين في توتر وقلق من فقدانه للذاكره من انه ممكن ياذي نفسه او انه ممكن يكون تائه في الشوارع وكلنا بنشوف بكل اسف الاعلانات اللي بتتنشر عن اهالينا اللي بيتوهوا نتيجه لمرض الزهايمر وبينسوا هم فين وبالتالي كان لازم نفكر في علاج لمرض الزهايمر كل الناس حوالين العالم بتشتغل على العلاجات دي وبتحاول توصل لمسببات المرض. حتى الان ما فيش علاج ناجح لمرض الزهايمر لكنها مجرد علاجات بتساعد المريض على التعايش. ومن هنا جت فكره الفريق البحثي المصري من الطلاب في جامعه القاهره بالتحديد كليه العلوم واللي شاركوا في اكبر مسابقه للهندسه الوراثيه على مستوى العالم واقيمت في باريس وحصلوا في هذه المسابقه على الجائزه الفضيه عن بحثهم عن مرض الزهايمر توصلوا لعلاج مبدئي بيعالج مسببات الزهايمر طبعا يعني اعتقد ان ده شيء مبدئي وشيء تجريبي هنلقي الضوء عليه لعل وعسى بعض شركات الادويه او يعني بعض الجهات الكبرى هنا في مصر تتبنى هذا البحث ويبقى في خطوات تطبيقية أكثر توصلنا ربما لعلاج دوائي مميز بإذن الله النهاردة هنستضيف بعض الطلاب المشاركين في هذا الفريق البحثي وحيكلمونا عن بحثهم وعن يعني أمانيهم للمستقبل من خلال هذا البحث المهم واللي رفعوا رايتنا به ورفعوا راسنا به من خلال هذا المحفل الدولي أكبر مسابقة الهندسة الوراثية في العالم كمان هنتكلم النهارده عن شيء مهم النهارده وبعد النشر في جريده الوقائع المصريه هيتم تطبيق القانون الجديد للمحال العامه القانون رقم 154 لسنه 2019 واللي اتاخر تنفيذه حتى الان حتى صدرت لائحته التنفيذيه واستطاعوا ان هم يعمموا هذه الفكره في كل المحافظات فهو قانون مركزي يطبق لا مركزيا في مختلف المحافظات في الجمهوريه ازاي هيتم تطبيق هذا القانون ايه المكاسب اللي هنكسبها من هذا القانون ايه فلسفته اهدافه وازاي ممكن نتلافى اي عيوب آه سابقه لان كتير جدا من المحلات وده اللي جه على لسان وزير التنميه المحليه هشام امنه قال ان كتير جدا من المحلات يمكن 90% ما كانش عندها ترخيص لان العقارات اللي موجوده في هذه المحال كانت غير مرخصه وبالتالي كان من الصعب جدا ادماج هذه الانشطه في الاقتصاد الرسمي هنشوف النهارده ازاي ممكن هذا القانون الجديد يدمج هذه الانشطه في الاقتصاد الرسمي ازاي ممكن يحقق السهوله واليسر في الاجراءات ويركز اصدار التراخيص من مكان واحد ودي اعتقد هتكون من المكاسب اللي هنتكلم عنها النهارده. هيكلمنا عن هذا الموضوع دكتور حازم مطر استاذ التخطيط الاجتماعي المساعد بجامعه حلوان اللي هيكلمنا بالتفصيل عن مميزات هذا القانون واذا كان في اي تساؤلات او معوقات ممكن نطرحها ايضا من خلال حلقتنا. بعد الفاصل نلتقي بحضراتكم من جديد واولى فقراتنا بحضراتكم. أعلن اللواء هشام أمنه وزير التنمية المحلية عن بدء تطبيق قانون المحال العامة الجديد وده ابتداء من اليوم بعد نشره في جريدة الوقائع المصرية، وبالتالي عاوزين نعرف معلومات عن هذا القانون لأنه هيطبق من اليوم في كل محافظات الجمهورية كتير جدا من المحال العامة موجودة عايزة تعرف موقفها عايزة تعرف ترخص ازاي تنضم ازاي لهذه المنظومة الجديدة علشان ما يقعش عليها أي غرامة دي كلها معلومات عاوزين نقولها لحضراتكم كده ببساطة وسهولة النهارده من خلال حوار ورنا مع ضيفنا دكتور حازم مطر استاذ التخطيط الاجتماعي المساعد بجامعه حلوان اهلا بحضرتك معنا فندم اهلا وسهلا بحضرتك صباح الخير صباح الفل على حضرتك بدايه قانون المحال العام الجديد ده قانون يعني جبه او يعني ضم تحت مظلته ثلاثه قوانين اخرى كانت لها علاقه بالمحال الصناعيه والمحال التجاريه والمحل العام كلهم بقوا في بوتقه واحده هي المحل العام نتكلم عن القانون الجديد الصادر وعن فلسفه هذا القانون طيب خلينا في الأول بس نوضح إنه القانون هو مش جديد هو تعديل لقانون قديم بس قديم قوي يعني 1954 اه من الخمسينات آه من الخمسينات م. ومن وقتها كمان ما تطبقش يعني هو موجود وما تطبقش القانون بقى الجديد اللي هو تعديل للقانون القديم ده يعتبر جاب كل المزايا وألغى كل العيوب الموجودة م. على سبيل المثال مقارنة سريعة كده فيما يعني يخص المواطن أو في صالح المواطن صاحب المحل أو صاحب النشاط اللي بيمارسه كان في مدة معينة لازم يجدد فيها الرخصة لا الكلام ده خلاص زائد الإضافة لمراكز الترخيص اللي بقت دلوقتي احنا بنتكلم في 360 مركز موزع على مستوى الجمهورية بعيد عن الأحياء برضو تجنباً للثقه الموجوده بين الشعب برضه وبعض المستويات المحليه اللجان المشكله الاجراءات اللي ممكن تتم عن طريق الاخطار او الانترنت كمان في منصات الكترونيه جميع انواع الطلبات سواء لرخصه جديده او لتوفيق وضع او حتى لتسريح بسبب ان العقار نفسه اللي في المحل ده غير مقنن. فأنا شايف القانون زي ما حضرتك تفضلت وقلت إن هو نزل النهارده الصبح في جريده الوقائع المصريه بمثابه 440 صفحه بسم الله ما شاء الله ما سابش أي حاجه حتى البرجوله الشيشه جابها المطاعم، الكافيهات، المحلات كافه الأنواع مم. لأن في ناس كتير جدا بتروق شائعات إيه إن الدوله بتعمل كده عشان الجبايه، لا مم. إحنا عندنا رساله هنا لازم تكون واضحه وصريحه مم. إحنا مش نفسنا نبقى دوله متقدمه حد يقول لي دوله واحده متقدمه موجوده او حتى تسعى للتقدم يقدر اي حد يصبح الصبح يفتح نشاط او محل بدون اذن ما يسمى بقى الحي البلديه ايا كان المسمى الموجود ما فيش الكلام ده ليه مش عشان رسوم او حاجه على فكره رسوم مخفضه جدا ومقسمه حسب المكان وحسب مساحه المحل فبلاش شائعات كتير المحل اللي موجود في قريه غير اللي موجود في مدينه المحل اللي مساحته 15 متر غير المحل مساحته 100 متر المحل اللي بيزود نشاط بسيط غير المحل اللي هو بيمثل خطوره اصلا فعايزين نقول للناس بلاش بس ترويج للشائعات قبل ما نفهم الاول ان الموضوع ده في صالحنا. طيب احنا عشان الم... كده النهارده عاوزين يعني يعني نشرح للناس القانون ده واحده واحده ويعني يعرفوا ايه المطلوب منهم. من المفترض ان معظم المحلات بكل اسف هي غير مرخصه وده مش عيب في المحلات لكن عيب في العقارات اللي فيها المحلات لان العقارات نفسها غير مرخصه كيف عالج القانون يعني هذه الثغره انه دلوقتي انا محل انا العقار اللي موجود فيه المحل مش مرخص فانا هرخص ازاي اذا كان المحل مش موجود على خريطه عند المستويات المحليه هياخد تسريح لمده سنه ايوه وما تزيدش عن خمس سنين تمام التسريح ده لحد ما يقنن اوضاعه تمام زي ما معالي الوزير صرح هيقنن اوضاعه في خلال السنه دي ويجدد بشرط ان هو لا يتجاوز الخمس سنوات لان الموضوع برضو ممكن يكون غير مقنن او غير مطابق للمواصفات بسبب أنه هو اصلا عنده كهرباء او ميه غير تجاريه زائد الاشتراطات الاساسيه اللي محطوطه هي اشتراطات ادميه يعني الدوله ما بتعملش عبء ولا حاجه ده هي بتشترط السلامه الامن الحمايه يعني حتى المناخ الموجود التهويه الاضاءه كاميرات المراقبه حاجات كلها في صالحنا في صالح البايع والشاري وعلى جميع المستويات يعني على سبيل المثال في ناس ممكن تقول هو ليه بيشترط ان ان مثلا يبقى في دوره مياه في الورشه او في المحل او كذا ما لو حضرتك هتقضي حاجتك فيه ما في متطلبات اساسيه حضرتك دلوقتي انا بامنك من مخاطر وفي ناس كتير يقولوا طب الموضوع ده بيعود على الدوله في ايه لا جميع الامراض المنتشره دي ما بسبب غياب الرقابه على هو دلوقتي موضوع بقى الجايلين والعربيات المنتشره في يعني كل مكان يعني اثرتها دي معلش دوره المياه دي لكل المحلات حتى مثلا عنده 15 متر لا او لا حسب المساحه بالظبط في ممكن يشترط اثنين او ثلاثه حسب ها. المكان وحسب لكن عدد لكن العمال وعدد واحدة الموجودين وجود ده اساسي؟ نعم؟ وجود واحده منهم ده اساسي ولا ممكن يعني ما يكونش موجود في المحلات الصغيره؟ لا لو س... عن الشرط ده لا لو صغيره هو هو حضرتك هو بيحسبها مش بالمساحه بيحسبها آه. بعدد الموجودين في عدد الافراد في ال... العاملين, في العاملين في المكان طيب لان إذن... المساحه دي شرط تاني قبله طيب. ناخد طيب هو حاجة حاجة. كامل ناخد عرب حاجه عرب. حاجه عشان نوضح الناس اذا بالنسبه للترخيص اول حاجه هيسال عليها يعني العقار غير مرخص هيقول لك عندك تصريح لمده خمس سنوات م. لحين الانتهاء من ترخيص العقارات لانه في قانون برضه ترخيص البناء شغال في نفس الوقت فمن المفترض ان خلال خمس سنين يكونوا خلصوا كل العقارات معاه هتخلص الحكايه هيدوا له ترخيص مؤقت يستمر 5 آه. سنين تصريح مؤقت سنه أيوة. ويجدد بس لا يتجاوز الخمس سنوات دلوقتي كل المحال هتقدم حتى اللي عنده رخصه يرجع برده يقدم هيوفق اوضاعه بس آه. اللي عنده رخصه هيوفق اوضاعه القانون الجديد م. مش هيلغي الرخصه القديمه ويعمل رخصه جديده لا هيوفق اوضاعه على النظام الجديد لأنها ممكن تكون طبعا الرخصه على النظام القديم خلاص في قانون جديد احنا يعتبر عندنا <applause> محل مش مرخص خالص ومحل مرخص المرخص ده خلاص عرفناه ان هو هيقدم يوفق اوضاعه طبقا للقانون الجديد. لأن ممكن يكون مثلا محل موجود محتاج امن ومتانه وسلامه وحاجات كده هو تمام. ما يكونش عنده ده فيعمل ده عشان ما عملش تجديد كلام زي كده. طيب النوع الثاني محل هو موجود وتنطبق عليه الشروط العامه والخاصه مم. ده هيقدم في خلال 30 في خلال 30 يوم ياخد الرخصة أو بحد أقصى 90 يوم في حال استفاء الشروط طيب محل بقى هو أصلا مخالف مخالف بقى مية كهرباء عقار أي حاجة لأن للأسف أنا أقول لحضرتك حاجة إحنا في فوضى في فوضى بمعنى إيه؟ بمعنى في محلات تجارية وعددات المية والكهرباء اللي فيها مش تجارية في فوضى أن في أصلا ما فيش عدادات وصلات كهرباء وصلات ميه كلام زي كده فاحنا لازم نكون برضو يعني لما نيجي نتناول موضوع ما نحملش على الدوله ولا نحمل على المواطن نقول اللي يرضى ربنا النظام في الدولة الحالة دلوقتي دي برده هو هيوفق اوضاعه يعني نفرض ان واحد مثلا مش مدخل عداد الكهرباء وللاسف يعني هنقول ان هو مخالف وبيستعين من عمود الكهرباء كده بيروح مدد وصل او غيره او انه بيتحاسب زي الاهالي مش تجاري يعمل مشتجاني. ممارسة لو ما فيش عداد يعمل ممارسة ف... ايه مشكلة فالترخيص يطلع له شكاورة. بعد ما ي... ما يعمل الكلام ده تمام. يعني هو في اشتراط انه هيطلع له برده ترخيص في حاله توفيق الاوضاع دي اشتراطات عامة م. يعتبر اصلا لابد أن تتوفر أساسية حضرتك ده, ده موجود في كل الأنظمة العالمية مش في مصر بس ده قديم ده تأخر أنا بقول لحضرتك إحنا تأخرنا على الخطوة دي ليه لأن حضرتك هنا في عدم نظام، في عشوائية في فتح المحلات وممارسة الأنشطة المختلفة، وخاصة الأنشطة اللي لها علاقة بالصحة والسلامة والحماية، يعني لغاية دلوقتي سكان كتير جدا مثلا بيشتكوا انهم في العمارات، تحت كل عمارة بيفتح كافيه، أوه. الكافيه معناه شيشة، معناه سهر، معناه أغاني، إزعاج كبير جدا للسكان، فهل الحاجات دي هتدخل في معايير القوانين؟ هو طبعا بيشترط على الكفاءات نظام تهويه معين واماكن مغلقه للشيشه تحديدا مم. مم. عشان وعلى فكره تسريح بيبقى مره واحده بس عشان الناس اللي هي بتقول برضو ايه تسريحه لا هو مره واحده في العمر بس لازم يتوفر فيه الاشتراطات المطلوبه مم. يعني خلينا نقول اه تنتهي حريتك عند بدايه حريه الاخرين مارس مم. نشاطك بس ما تأذيش غيرك. طيب. إيه الموضوع بقى اللي اخطر من كده السلع الغذائيه، الاكل والشرب والمطاعم والحاجات زي كده، وبيحافظ على صحتنا، القانون انا دلوقتي مش هفتش ورا المطبخ، احنا ما المطبخ، احنا بندخل المطعم او اي حاجه بنشوف السلعه او الوجبه، نشوفش جات ازاي او اتعملت ازاي، هنا بقى الترخيص هيتطلب ويتشرط هنا على من يقوم باداء هذه الخدمه من حيث السلامه الصحيه والنظافه الشخصيه وسلامه المورد نفسه اللي هو بيشتغل منه سواء لحوم او دواجن او اسماك او غيرها فانا مش شايف اي ده كان حاجه كان موجود تزعل. في فتره من الفترات يعني كنا فتره من الفترات يمكن في التسعينات او بدايه الالفينات كان المحلات بتعلق صور اللي هي الصحيه ان العاملين يعني الشهاده الصحيه الشهاده الصحيه بتاعت العاملين فيش بعد كده الكلام اختفت. ده دلوقتي فده برضو رجوع م. للمفروض اللي كان يطبق ولم يطبق يعني ده, ده احنا بنحاول ان إحنا نطبق الحاجات اللي كانت في القانون ولم تطبق زي ما حضرتك قلت ما احنا بس إحنا بقى بصراحة انا اهل السعيد في الدوله لا. وانا اتمنى ان الموضوع يعني كله هو اللي يقدم ويلحق على فكره في محال بالاختار بس يعني مجرد انه يخطر بالنشاط مش كل المحال لا كل في محال زي مثلا بيع الملابس والاحذيه والحاجات دي دي بالاخطار بس يعني مجرد ما يختار المركز يعني في بعض الانشطه أه؟ مش محتاج ان مش محتاجة هو يروح تصريح المكان ولا لكن بقى في دلوقتي طريقه اخرى للترخيص وهي مم. عبر الانترنت زيه زي بقيه خدمات الحكومه الالكترونيه تمام. فيقدم يعني اختار بمزاوله نشاط معين بيتم الموافقه عليه. تمام. طيب يعني الانشطه دي هي الانشطه اللي مش محتاجه لا سلامه وسلامه بيئية ولا شهاده صحيه في ولا في جدول في القانون كل كلمه في القانون معبره خطوه بخطوه وقانون واضح وبسيط من اول تشكيل اللجنه لحد اماكن المراكز اللي هيتم التعامل معها حتى صور الخطابات موجوده. والاوراق المطلوبه، كل حاجه متاحه، لسه القانون نازل بقول لحضرتك 440 صفحه بسم الله ما شاء الله، ما فيش ثغره متوفر وفي كل المعلومات والبيانات وسهل جدا انه اي حد يقراه بالاضافه كمان لدور الاعلام ان هو اصل الموضوع مش صعب، عارفه حضرتك يعني زي أبليكيشن بسيط خالص كده كان حد بيدخل بيملى البيانات، وانا كنت اتمنى يعني في ظل التشجيع برضه اللي فخامه الرئيس بيتولى المبادرات القوميه والحاجات اللي بتساعد في تقدم الدوله دي يعني نلتمس منه كده كطمعنا كالعاده في فخامته اول ناس تقدم مثلا في خلال اول ثلاث شهور من النهارده لان خلاص القانون يتعمل من النهارده دول مثلا يبقى لهم مزايا ليه؟ لان دول المبادرين م. لان انا برضو عاوز احكز احكس حاجه هنا للحكومه ان الناس متخوفه من اللي حصل في قانون التصالح يحصل في قانون ترخيص المحال م. ولازم اقول الكلام ده بمنتهى الشفافيه هل اللي ما اتصالحش حصل له حاجه الاجابه لا يعني اللي تعاقب اللي التزم طب ما في ناس دلوقتي هتقول خلاص لا في تفتيش ولا حد يجي يسال او نمشي حالنا وفي فساد اه في فساد لسه موجود وكلام زي كده تمام لا يبقى في ضبط انا على فكره القانون محترم وما فيش ثغره زي ما قلت لحضرتك أيه. بس اليه تنفيذه أيه. يا ترى هيبقى اليه تنفيذه وتطبيقه ناجحه هي دي اللي تقلق ليه لان توقيته توقيته برضو خلى الشائعات تنتشر حواليه الدوله بتجمع فلوس وهو لو بص اصلا على الارقام المسموح بيها كلام فاضي يعني مش المبالغ اللي هي يقول 50000 ألف 60000 ألف يعني مفيش الكلام ده إيه إيه؟ هل في مثلا مبالغ نقدر إن نقول تتراوح من كذا لكذا يعني اصدار الرخصه في الانشطه المختلفه على سبيل المثال يعني نقدر رقم يعني من متر ل 15 متر في القرى والنجوع ب 75 جنيه تقديم يعني مم. حضرتك مش مش القصه اللي هي ايه الرخصه يحصل عليها ب 75 جنيه هو هو مقسمها حضرتك ايه طلب تقديم أيوه. تمام عشان المعاينه اصل المعاينه هي اللي هتحدد مم. فأنا ما اقدرش أقول الرخصة بكام إلا لما المعاينة هي اللي تقول مم. أه في المواصفات العامة موجودة، المواصفات الخاصة موجودة، والمساحة التقييمية كذا والمهندس آه يقول الرسم الكروكي بتاع المكان وإنه صالح ولا لأ وكلام زي كده، دي الخطوة الأولى مم. عشان أقدر أقول ده يترخص ولا لأ، بعد ما أقول يترخص ولا لأ تمام في حالة إنه يرخص خلاص الرسوم كذا بس هي بسيطة لأن بتتحسد... هل هي بتدفع مرة واحدة ولا هي كل سنة بتتجدد لا هي مرة واحدة مره واحده مره واحده فايا ما كان الثمن في النهايه هدفعها مره واحده وممكن كمان اللي وحقي يلعمل... نفسي ان انا بقى كل آه. شويه حد يعدي عليا ويقول لي انت مخالف او يقفل لي او يعمل لي محضر آه. او بكل اسف في ناس معدومه الضمير ممكن ياخدوا اموال ويتغاضوا ويرجعوا يمروا تاني هي دي اللي انا ف... خايف منها بصراحه يعني بدل ما نعمل ده احسن ان احنا نروح للطرق الشرعيه مباشره لو تبسطت علينا طيب ده انا عايز اقول لحضرتك كمان مره واحده ولو حابب يغير النشاط برضه عادي ولو آه. حابب يلغي النشاط برضه عادي ولو حابب ينقل النشاط على اسم حد تاني برضه عادي، ليه بقى بقول الحته دي؟ مم. لان في واحد يقول لحضرتك يا استاذ انا طب انا ماجر لمده ثلاث سنين مم. وانا هعمل رخصه، طب انا ده مش محلي ده انا ماجره، مفيش مشكله يا فندم الرخصه بتاعتك ممكن تكمل بمحل تاني او تباعها تنقل نشاطها لحد تاني او تجددها او تلغيها عشان دي, دي نقطه توقف. مهمه او لان فعلا آه. هيحصل كمان خلاف بين الملك والمستاجر مين اللي يدفع فلوس الترخيص فالمستاجر ممكن يقول الملك ده محلك فانت ادفع لك مش لحضرتك آه. كانت فوضى ما هي آه. كانت فوضى آه. لكن دلوقتي هيبقى المستاجر هو اللي يدفع الترخيص ده وحتى لو صاحب النشاط اه لحتى لو كان المحل فيما بعد مستاجر تمام حتى مم. لو اخلى المحل فيما بعد هياخد الرخصه معاه او يبيعها للمستاجر الجديد باسمه آه. هو ممكن يتنازل يعني بال... بالاسم بيتنازل. لان هو مش عايز برضو يعني يجي عليه اي مخالفات لو المستاجر الجديد عمل حاجه ده هل غير بيحصل نوع من أنواع التنازل هتبقى مستمره آه. هل يعني بيحصل نوع من التنازل يعني بين الشخص يا اما ان هو يجدد النشاط يا آه. ينقل الرخصه على مكان تاني لان الرخصه بتطلع بالمكان وبمواصفات المكان يا إما حضرتك إن هو يتنازل عن الرخصة دي لحد تاني يا إما يلغى الرخصة خالص أو في حالة إن هو نقل حتى النشاط بيحسب أما قصة أو. يعني لو مثلا هو هيزود النشاط هيحتاجوا فلوس أكتر بيخصموا الفلوس اللي تم دفعها تمام. بالفعل أو أقل بيتخصم مع ممكن نشاط تاني أو. أعلى ونشاط أقل أو مم. المحل كان كبير وبقى صغير كل مم. ده طبعا طبقا للجنه المعاينه ترصده. طيب ليه بيقولوا ان القانون مركزي وتطبيقه لا مركزي في في المحافظات كلها؟ مركزي لانه طلع من الوزير ايوه تمام والوزير سلطه مركزيه على مستوى الدوله م. ولا مركزي لانه لازم يتنفس في الاحياء والقرى والنجوع فده مستوى لا مركزي م. انما هو مصدره مركزي من وزير. يعني مش في مرونه في التطبيق اه طبعا بحسب اختلاف المكان ده بالانترنت كمان يعني بدون التحيز احنا مفيش نطاق لا جغرافي ولا نطاق زمني في مم. مكانك وفي اي وقت حضرتك تقدر تقدم وتقدر تطلب الرخصه بتاعه حضرتك طيب اخر سؤال عشان الناس يفهموا مكاتب الاعتماد لانه كده هيبقى فيه يعني اتنين بنشتغل معاهم ممكن نقدم للحكومه في مراكز الترخيص او في حاجه جديده اسمها مم. مكاتب الاعتماد دي مكاتب خاصه برضو القانون نص عليها بس هو القانون نص عليها لسبب هو خايف من الضغط على المراكز دي وخايف ان تكون الخدمه فيها صفوف انتظار او تاخير فهو عاوز يقدم ابسط الطرق ييسر على صاحب المحل او صاحب النشاط أنه هو والله قدامك المراكز التكنولوجيه، قدامك الانترنت، وقدامك ايضا مكاتب خاصه. انا بتحلك لك جميع السبل على اساس ان انا اضمن لك الراحه وسهوله الاجراءات، لان من ضمن العيوب بتاعه زمان كان ممكن يقعد بالسنوات وما ياخدش الترخيص. النهارده حبينا بس نلقي الضوء على اهم النقاط الوارده في هذا القانون ونشجع الناس على انها يعني تلحق بهذا القانون وانها تقنن اوضاعها ان شاء الله يكون هذا القانون اكثر واوفر حظا من قانون تراخيص البناء ويكون فتحه خير على تراخيص البناء وغيرها من القوانين التي لم تطبق بعد بشكر حضرتك دكتور حازم مطر استاذ التخطيط الاجتماعي المساعد بجامعه حلوان على وجودك معنا